أسعد الله صباحكم أو مساءكم أصدقائي أينما كنتم. معكم الشيف الأكاديمي إيفا من إسبانيا. أما بخصوص الترجمة والمونتاج والصوت فهم لصديقتي أنخيلا من تركيا. أهلا وسهلا بكم على قناتنا، قناة ملكي أنخيلا والشيف إيفا. وصفتنا لهذا اليوم من ألذ أنواع السلطات التي يمكنكم تناولها، إنها سلطة الحمص بنكهة الكزبرة والطماطم المجففة. هكذا تبدو وصفتنا بعدما انتهيت من إعدادها، لذيذة وشهية، صحية ومغذية. ولكي لا أطيل عليكم أصدقائي، هيا بنا مع بعض لنرى كيفية تحضير سلطة الحمص بنكهة الكزبرة والطماطم المجففة. معي أنا الشيف إيفا. باموس، هيا بنا. أما بخصوص مقادير وصفتنا لهذا اليوم أصدقائي، فهي كما ترونها أمامكم على الشاشة. سنحتاج إلى 300 جرام من الحمص المسلوق، عدد 2 بصل أبيض، نصف حزمة من الكزبرة الطازجة، زيت زيتون، ليمون حامض، 6 حبات من الطماطم المجففة، وشريحة من الأناناس بعرض 2 سنتيمتر. أما الملح فكميته حسب الرغبة. ها هي جميع مقاديرنا. الآن إليكم طريقة إعداد السلطة. سنحتاج إلى وعاء لعمل السلطة، ها هو، هذا خاص لعمل السلطات. سأضع فيه الحمص المسلوق بعد تصفيته من الماء. بعد ذلك سأبدأ بفرم الكزبرة ناعما. الكزبرة تعطي لوصفتنا المذاق اللذيذ، مثلها مثل الطماطم المجففة، ومع الحمص والليمون والبصل تعطينا نكهة لا تمل. وبعدما أصبحت الكزبرة ناعمة جدا، سأضعها في طبق السلطة مع الحمص هكذا. وها هي الطماطم المجففة قبل فرمها ناعما، سأضعها جانبا. سأبدأ بتقطيع حبات البصل بعد تقشيرها وغسلها إلى نصفين، ومن ثم سأبدأ بتقطيعها على شكل شرائح خفيفة جدا هكذا. الآن وبعدما انتهيت من فرم البصل شرائح خفيفة، سأضعه في طبق السلطة، ومن ثم سأبدأ بتقطيع الطماطم المجففة والمحفوظة في زيت الزيتون إلى قطع خفيفة جدا هكذا، أي شرائح خفيفة. وأضعها مباشرة في طبق السلطة الرئيسي. الطماطم المجففة تعطينا الطعم الحامضي اللذيذ للسلطة. يتم حفظها بزيت الزيتون في الثلاجة. وها هو زيت الزيتون، وضعته على السلطة. الآن سأضع عصير ليمونتين فوق السلطة مباشرة.
وصفتنا لهذا اليوم مغذية شهية سريعة التحضير. سأبدأ بخلط مكونات السلطة هكذا. وها هو الشكل النهائي لطبق السلطة بعدما زينته بشريحة الأناناس، قسمتها إلى قسمين وضعتها في منتصف الطبق. أترون كم تبدو لذيذة وشهية؟ طبقنا لهذا اليوم أي طبق السلطة يمكنكم اعتباره كطبق ثانوي على الغداء أو طبق رئيسي لوجبة عشاء خفيفة صحية ومغذية. بألف صحة وعافية. وبهذا أصدقائي تكون وصفتنا لهذا اليوم الحمص بنكهة الكزبرة والطماطم المجففة قد أصبحت جاهزة للتقديم. بألف صحة وعافية. أصدقائي أتمنى أن تكون وصفتي لهذا اليوم قد نالت إعجابكم ورضاكم، علما بأن جميع وصفاتنا هذه خاصة بقناة ملكي أنخلة والشيف إيفا. اكتبوا لنا في التعليقات أصدقائي من أي بلد أنتم تتابعوننا وما هي أنواع السلطات التي تفضلونها في بلادكم. أحبتي نحن بحاجة إلى تفاعلكم مع القناة، قناة ملكي أنخلة والشيف إيفا، من خلال الاشتراك بالقناة واللايك ومشاركة هذا الفيديو مع أحبتكم وأصدقائكم ليتسنى بالتالي وصوله إلى أكبر عدد من المتابعين والاستفادة منه. أحبتي لا تنسوا تفعيل جرس التنبيهات أيضا ليتصلكم جميع إشعاراتنا أولا بأول. كل الشكر لمن اشترك في القناة مؤخرا ولمن يدعمنا من خلال المتابعة والتعليقات. انتظروني بوصفة جديدة. كنت أنا معكم الشيف الأكاديمي إيفا من إسبانيا. أستودعكم الله وأحبكم كثيرا. أديوس، إلى اللقاء.